تعال معاك انت قلت المسألة على القضاء ما قالش، المسألة على القضاء في بيانه بتاريخ 6 ديسمبر 2021 فور خروجه من عند السيد الرئيس الجمهورية أقرر بغالي يقول لك القضاء يتصلح، ولكن هاي الجملة الأخرى شو يقول لك؟ يقول لك المجلس الأعلى للقضاء يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم أثناء وجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلالية القضاء، بأنه إصلاح القضاء يعني اعتراف ضمني بأنه القضاء فيه مشاكل وباش يقوم بإصلاحه ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، ويعتزم الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد. أنا نقول في مناخ آخر يتم هذا بالضرورة، احنا اليوم في مرحلة كيفاش نقدم القدام. بالنسبة لي مسألة حل القضاء من عدم حله قضية ما منش نحكي فيها، لأنه الهام بالنسبة لنا مش هذا الهام. عندك فصل وحكيت عليه مرات وتحكي يحكي رئيس الدولة البارح، مش نرجع على اسقاط القائمين. دونك هذا هو، دونك انا نقرا في المجلس، هذا نولي نمس بالحلول. بالنسبه الى المجلس الاعلى للقضاء ينظر روحه بشكل مستقل وكانه ما يحكمش باسم الشعب، هو يحكم باسم الشعب. استنى نقول لك، استنى باسم الشعب والمؤمن في المرحله الحاليه احببنا وكرهنا على الدستور بحكم الاجراءات الاستثنائيه اللي كانت في اطار استتباع لقرارات 25 جولة هو رئيس الدولة والمؤمن على تطبيق الدستور. إيه ولكن انت جزء من المنظومة العامة، باسم شكون تحكم؟ باسم الشعب، معناتها في النهاية باسم الدولة. واليوم الدولة السلط هذا هو الموجود في الواقع، معناتها عند الرئيس، على انه طبعا النقاش يقتضي السلطة هذه باش ما توليش دائما اش نعملوا، هذا يولي رهين الحديث على الحلول المستقبلية مسألة التسقيف وعودة الشرعية بشكل آخر وفي مناخ جديد. على الرغم من أن سعبيد أنت قلت ربما الذات نتاع 25 وإجراءات 25 هي اللي قسمت ربما اليوم بين لي توندونس، اللي مع 25 جويليا فإنه يعرف وأنه آليا سنصل إلى حل هذا، ولكن مش هذا ربما لا ينطبق على الجميع، لأنه اليوم مثلا منجي الراحوي أحد الأطراف السياسية الداعمة لمسارات 25 جويليا يقول لك هنا حل المجلس الأعلى للقضاء احنا ضده وهو خط احمر. انا قلت لك نعاود لك، مانيش طارح الحديث حول الحل من عدمه. علاش تروح اليوم؟ علاش انت ماكش طارح؟ مانيش طارح المساله هذه، لانه الجوهر يتحل المجلس والا ما يتحلش. هو يا هل ترى انت قادر كرئيس دوله في المرحله الحاليه والا مقدم على اصلاح المناخ الانتخابي اللي هو كان راس الحربه فيما افرزه من مشهد سياسي على قاعده فصل معين محدد؟ رسول الله تجي انا يقظ تقول ها هو التقرير، هذا هو المحدد. دونك هذه مربوطه بالمجلس الاعلى للقضاء في معناتها التوجه المستقبلي.